ومساكم الله بالخير والسرور. اليوم جاء على بالي اسوي خليه نحل بعجينه القطنيه اللي انتم عارفينها، اللي هي 3 اكواب دقيق وعلبه زبادي وكوب حليب دافي مو مغلي ولا بارد، فنجان قهوه سكر وملعقه كبيره خميره ونص قالب زبده اللي هي تجي القالب عارفين اللي 100 جرام، ناخذ نصها يعني 50 جرام. راح نعجنها ونخليها تخمر وبعدين نبدا نشكلها. نسيت أقول لكم أن الدقيق فيه رشة ملح، وبنخلط الحين الزبادي والزبدة مع الدقيق، وراح نخلط الحليب مع السكر والخميرة إلى أن يتفاعلون، بعدين راح نضيفها للدقيق ونعجنها، وبعدين نبي نخليها تختمر وبعدين نشكلها. وهذه العجينة عندي جاهزة لينة ما تلصق، أهم شيء تكون لينة وما تتلصق باليد. بخليها تخمر وبعدين أبدأ أسوي الخلية. ما شاء الله هذه العجينة واختمرت. الحين أنتم بالخيار، يا أنكم تأخذونها وتكورونها وتحشونها بالجبنة وتحطونها بالصينية مباشرة، أو أنكم تفردون قطعة واحدة وتقطعونها دوائر وتحشى بالجبنة وتكور، فأنتم بالخيار بالطريقة اللي تحبون. بديت أصفها بالصينية، أكورها وأحطها بالصينية، بحطها بصينية القلاية الهوائية، وبخلي مسافة بين كل واحدة واحدة عشان أخليها شوي تخمر قبل أدخلها القلاية الهوائية عشان تصير نافشة وتهبل. خلاص جهزت خليتي، الحين بخليها شوي كذا تاخذ راحتها وتخمر شوي، بعدين راح ادهن الوجه بصفار بيضة وحليب سايل شوي وفانيلا سايلة علشان تشيل زفرة البيض، وبعدين راح اسخن القلاية الهوائية وراح ادخلها بالقلاية. وهذه خليتي بعد ما ارتاحت طال عمرها، دهنتها بصفار بيضة وحليب وشوي فانيلا. الحين بسخن القلاية الهوائية شوي وراح أحط الصينية جوا القلاية الهوائية، حتطلع قطنة بإذن الله. ودخلت الخلية بالقلاية الهوائية وبخليها 10 دقائق وأشيك، يعني هي تأخذ لها من 10 دقائق إلى ربع ساعة لأن الصينية صغيرة. ونشيك الخلية، ما شاء الله تبارك الرحمن، خلاص ما بقى لها شيء وأطلعها، يعني أخذت لها تقريبا 10 دقائق بس بيلها دقيقة. ما شاء الله خلصت خليتي، بس انتظرها تبرد عشان اطلعها واحطها بصحن التقديم. ما شاء الله تبارك الله كأنها بالفرن. وهذه الخلية وجهزت، واشيرها تتقدم بألف عافية.